السلام عليكم اصدقائنا متابعينا. اليوم وين اني؟ اليوم ابو يوسف الغابه الغالي. هلا هلا هلا. وين جايين ابو يوسف اليوم احنا؟ احنا بغابه بغابه. يلا شنو هاي الغابه؟ راح نضيعهم اليوم بالغابه هاي. اليوم ماكو هيك. يلا خلينا نشوف ابو يلا يوسف. يلا تعال هنا. خلينا ننزل ونشوف. شوف عيني شوف. شوف عيني شوف. شوف هاي الغابه عيني هنا بالمانيا. كل مكان بالمانيا اكو من هاي الغابات. من هذا نفس هاي المكان. طبعا الناس اللي تمشى بيها شوفوا العلن رياضه اللي عنده تكرمون كلب يعني كل شيء اللي عنده حبيب اللي عنده صديق يجي هو هنا يقعد يقرا ويكتب هو اي بالزاويه هاني هنا شنو هنا الحلو بيها شوفوا هاي الحدائق هنا شوفوا هسه كلها هاي الحدائق مرقمه كلها اشجار مرقمه كل اشجار تصير بيها ارقام يعني حتى شنو لما يقلموها لما يسووها بالضبط يعني كلها على على الرقم يجوا الرقم فتلقاها كل شيء كل شيء شوفوا الاشجار طبعا من هاي العملاقه طبعا من هاي الغابات شلون غابات الامازون يقولوا لها هي نفس غابات الامازون مثل ما يقولون بالضبط والحلو بيها شنو بعد هنا الحلو بيها؟ طبعا هاي هنا يجون يستعملوها لراحه البال كلها طرق واحد يجر نفس نفس هواء نفس هواء نقي طبعا شمس ما يصير بيها طبعا شمس ماكو كلها في وجو هنا فد شيء كلش بارد هسه ايش قد عندنا درجه الحراره خلينا نقول 30 اي ها عيني بس هنا تيجي هنا هو بارد غير شكل يعني شلون هو هسه ابو يوسف شوف شوف يخبر هسه شو يسوي وليد؟ فر لهم الكاميرا خلي يشوفون الورا هناك شلون شوف 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 شوفوا عيني لا تعيني فد شيء هاي لعب رياضه اللي مثل ما قلنا اي اللي يمشي مدري شنو اي يعني اللي عنده عائله يجيبهم هنا يتمشون بها حتى الاطفال تغيير جو يعني مثل حتى الاطفال هنا اللي يريدون يجيبوهم مثلا بالروضات يسوون تخييم ما تخييم حتى يعلموهم شلون حياه الغابه شلون واحد يقدر يعيش شلون واحد مدارس يقدر يجيبوها بالضبط اي بالضبط فشوف هنا هاي شوف هاي المده من هنا شوف الشوارع كلها من هنا مبلطه شو الشارع مبلطه وجاهز يعني حتى اذا تمطر هنا ما يصير بها مي هوايه ما يصير وشنو بنفس الوقت عندكم كلهم بها مجاري حتى خاف تصير مي هوايه نزل مطر مثلا هوايه او شيء يروح كله يسترسح على المجاري مسوي فشيء كلش روعه وحلو رائعي مزيان وشوف الغابات شوف الاشجار شلون عدله وليد اي مسويها بالمليم يعني شو اقول لكم قلموها كلها تقليم ما يعرفوها هيك حتى شنو ما توقع على الناس شوف هنا هذا المنظر من هالصحراء اي باعوا شلون عدلات شلون اقلام جايه عدلي. سبحان الله يعني طبعا شلون استفادوا من عنده هذا الاشجار؟ ها على فكره المانيا يقول لك اذا انقطع البنزين والنفط بالعالم، النفط اذا انقطع بالعالم يقدرون يعيشون على هاي الاشجار اللي بالمانيا فقط 10 سنوات يعيشون بها. اي صح. زين تخيل يعني ايش قد لعد اكو اشجار عندنا هنا؟ شوف هاي ولد تعال شوف هاي هنا شو مسوين فيك هاي تعال. شوف هاي هنا يريدون يلعبون هاي اللعبه مالت قمز. مالت قمز اي مالت اي هاي وانا هاي وحده هي يقمزون شوف شوف راح اوقع دير بالك شوف هنا وليد هاي هسه وشنو هنا بعد كلها حاطين الحلو بها هاي دائما تنظيف ودائما زراعه اي يعني هاي دائما ايش قد تشوفوها غابه كبيره بالضبط بس شنو البلديه شوفوا يعني تقطيع مال الاشجار شوفوا بالقاع هاي الاشجار كلها مقطعه بالقاع يعني كل شيء مستفادين من عند الاشجار هذا يعني كل طبعا ما عندهم شيء ينذب خليني اراويكم هذا البيت اللي مسويه هم هنا يعلمون شلون يسوون مال البيوت تعال بابا تعال هنا هسه خلينا نقمز هوبا تعال شوفوا طبعا الجو قد ما اقول لكم حلو روعه هذا مكان التخييم هنا شوف اول شيء حاطين هاي البيوت حاطين البيوت مال العصافير هنا شوفوا 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 اياه اي هاي هاي بيوت مال العصافير طبعا هاي مو مال العصافير اصدقائي هاي هنا مال النحل لا شوفوا 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 هاي مال النحل هاي والله والله شوفوا هاي مكانات مال العسل طبيعي هاي طبعا يحطون هاي المكانات على مود يطلع عسل طبيعي وتجي هي البلديه مختصه بهاي الشغلات شوفوا تطلع العسل من عندها شوفوا يعني كل شيء مستفادين من عنده ما حاطين هاي بالخالي بلاش وهذا مكان التخييم هنا طبعا شوفوا يعني اذا تحبون مثلا واحد يحب يريد يجيب عائلته يعيش حياه الغابه البريه هنا تعال شوف هنا تعال شوف هنا هم يسوون قاعده هنا نايم قاعده من الخشب شوفوا هاي هنا هنين هاي هنا شوف هذا شلون صاير مسوي ناحيتي هاي قاعده هنا حلوه قاعده وهي هنا مشاوي طبعا تقدرون تجيبون مثلا شوف
على شكل قاعده المشاوي مالتكم وياكم تجيبون هنا تقعدون تشوون تسكفون كل شيء. هاي قاعده حلوه شوفوا وهدوء وبس اسمعوا صوت العصافير اسمعوا عصافير ويعني شيء كلش حلو روعه يعني مكان صدق من الجنه. أيه. يعني شوف هاي المانيا الله مبارك بهاي الارض هو شنو الخيرات يكون امان موجود وليد طبعا اكيد بنفس الوقت الـ 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 الامطار موجوده تكون بال هذا بال كل الموسم السنه. ابو يوسف هم مستفادين من كل شيء بالضبط يعني ماكو شيء يروح عندهم خالي بلاش ابد يعني كل شيء مستفادين من عنده. أي. الزرع الخضار يعني هذا الخشب هسه شوف شلون مستفادين من عنده هذا الخشب شلون غالي لان هاي قطعه واحده يجي شوفوا قطعه واحده وحجمها من هذا اللي يتفننون به يعني شو تريد تصير تصير يعني سبحان الله يعني صدق الله منطيهم نعمه الالمان فشيء روعه ورهيب. صحيح. رهيب رهيب شوف هاي الاشجار شلون علي يا ابو يوسف هلا 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 بطرزان اري اري يلا هسه منو يلا يوسف اصعد يلا اصعد يوسف اصعد يلا يوسف واحد اثنين ثلاثة انطلق وهذا يوسف حركة طبعا يحب الحركات هو يموت على الحركات شوفوا شلون سوى حركات وهاي جوري وجمال هيا هاي يلا ابو يوسف يلا اركب هو الواحد يلا لعبي هناك هي عاطلة هي وهاي جوري شوفوا شو انت تلعب جوري حلوة يلا صعدي جوري صعدي عافية 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 ايه يلا دخلي بهاي الطابة جوري دخلي بهاي الطابة دخلي بهاي الطابة عمود يلا دخلي صعدي فوق صعدي فوق اي خلاص صعدي اشتغل يلا صعدي يلا صعدي عفي 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 يلا صعدي 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 يلا صعدي صعدي يلا عفي 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 يلا يلا صعدي اي يلا اي هي شوفوا جوري شلون صعدت السباعيه شلون تلعب وحدها اي عافيه يلا اي يلا ها نزلت لا لاش السباق توقف وليد هسه الشباب يا اللي طلع لا اسرع زين انا اسرع انا اسرع زين لا انا اسرع يا اللي اسرع انا نفسي نام انا اسرع من الله لما
طعن وين دا طعن. هلا يا امه. هلا يا امه. من هي الزعلانة. هلا يا امه. ابوها يراضيها. راح اكمل عليهم هذا راح اكمل عليهم. هاي تقمص؟ تقمص؟ اروح اشكل.